خلينا يا حسام نبدأ الأول دردشة كده عن بعض الأرقام اللي كان أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نسب الطلاق في مصر آخر 3 شهور. اخر 3 شهور تحديدا، دي طبعا هي شهور الصيف. هنعرف هل الموضوع بقى مرتبط بشكل او باخر. يعني خلينا نقول ان الجهاز المركزي اعلن انه في تراجع لمعدلات الزواج والطلاق خلال شهر يونيو 2019 مقارنه بنفس الشهر من عام 2018. انخفض معدل الزواج بنسبه 25% تقريبا، وانخفض كمان معدل الطلاق بنسبه 27%. وكمان قال الجهاز في النشرة المعلوماتية لشهر أغسطس إنه عدد عقود الزواج خلال شهر يونيو بلغ تقريبا 63 ألف عقد زواج مقابل 84 ألف عقد زواج في يونيو 2018. وكمان عدد حالات الطلاق خلال شهر يونيو كانت 10,000 حالة مقابل 13,000 حالة من نفس الشهر في سنة 2018. يا معلم والله يا حسام، قد يرى البعض انه الناس كده عقلت، يعني ما دام الواحد ما طورش في قرارات الزواج ونسب الزواج قلت يبقى الناس عقلت، تاخد هدنه مع نفسها، تحسب الموضوع كويس، لانه احيانا الناس يعني في ناس اتبرمجت على ان الزواج ده هو التطور الطبيعي للحاجه الساقعه. لكن خلينا نقول يا جماعه انه لا، يعني الزواج ده عايز استعداد نفسي وعايز استعداد عصبي وعايز تاهيل. مش كل الناس بتبقى مؤهله في نفس الاعمار في نفس الفئه العمريه ان هي تتجوز، يعني مش خلاص ما دام انا بقيت في العشرينات يبقى يلا اتجوز. يعني خلينا بس نقول ممكن يكون الموضوع سبب تاني خالص، ممكن مثلا يكون يكون اقتصادي، راجع لسبب اقتصادي، ممكن طبعا مثلا انه دايما الشهور الصيف بتقل فيها مثلا، او الناس منشغله بالسفر والمصايف وغيره، فبيبقوا مش فاضيين مثلا يحضروا الزواج. ممكن صحيح. على اي حال يعني ممكن تكون الاسباب اقتصاديه، زي ما قلنا كمان احنا زي ما ارتفاع ننساش ان اسعار الذهب وصلت يمكن اعلى معدلاتها خلال الشهر ده. الافاس والاجهزه طبعا بتشتريها العروسه، اسباب اجتماعيه مختلفه وممكن تكون اسباب نفسيه زي ما انت بالظبط قلتي. بالظبط، يعني هنعرف الاسباب دي طبعا بالتفصيل من احد المختصين. وعلى فكره هي ممكن تكون كمان كل الاسباب دي مجتمع، يعني حاجه من هنا بحاجه من هنا بنسب بقى، وارد جدا يعني وارد جدا. بس في كل الحالات ربنا يعين الشباب، لانه طبعا بيقول لك اسعار الذهب يمكن وصلت لاعلى معدل قياسي ليها خلال شهر اغسطس اللي فات، فكده كده ربنا يعيننا عليكم. يعني عموما تعالوا بقى نشوف يعني الاسباب ممكن تكون عامله ازاي من ضيفتنا اللي موجوده معانا دلوقتي على الهاتف، الاستاذه غاده حشمت، وهي استشاري، دكتوره غاده حشمت استشاري العلاقات الاسريه. اهلا بيك يا دكتور، وصباح الورد. صباح الفل عليكم. صباح الورد عليكم. الارقام دي ايجابيه ولا سلبيه؟ يعني يمكن لما كنا بنشتكي او كنا مش بنشتكي، كنا بنرصد ان في ارتفاع في نسب الطلاق، كان ممكن الناس تشوف، يعني كان وجهتين نظر، انه ده تصحيح اوضاع لانه ناس كتير قوي اتربت على ان تتزوج لاسباب ملاش علاقه بالزواج، فبالتالي ارتفعت نسب الطلاق. وفي ناس بتقول لك لا، برضو الحاله الاقتصاديه خلت الناس مش مستحمله بعض. لكن دلوقتي اللي حصل ان بقى في انخفاض في نسب الطلاق ونسب الزواج، فبتشوفي الاسباب راجعه لايه بالظبط؟ ماديه ولا نفسيه ولا ايه بالظبط؟ يعني هقول لك، احنا دلوقتي لو قلنا ايه اسباب تراجع الشباب عن الجواز، هي طبعا نقول في المقام الاول الظروف الماديه، الظروف الاقتصاديه، ان بقى مكلف جدا، وبقى في مظاهر كتير للجواز دلوقتي، ما بقاش نكتفي بالفرح التقليدي والبيوت التقليديه، فبقت مرهقه جدا فكره ان انا ادخل على اتمام جواز بالصوره اللي بقت موجوده دلوقتي. تمام. فشباب كتير ما عندوش الامكانيات دي، ولا حتى ان هو ممكن اهله يساعدوا، يكون عنده ولد او اثنين او ثلاثه ممكن يقدر يساعدهم بالمبالغه اللي موجوده دي. تاني حاجه، احنا عندنا دلوقتي بقى في الشباب خايف من فكره الطلاق، من كتر ما احنا بنتكلم عن اننا اعلى نسبه طلاق في العالم، ونسبه الطلاق عندنا بتزيد كل سنه. الشباب تتكلمي معاه يقول لك لا، طب انا يعني استنى شويه، اتريس شويه لما اختار. بقى فكره كلمه الاختيار بقت عندهم ملهاش سن. انا وقت ما الاقي اللي يناسبني انا هتجوز. مش قصه ان انا في ودي حاجه كويسه يا دكتوره، مش حاجه كويسه طبعا. ده وعي، ده وعي. احنا زمان كان الولد يوصل مثلا يخش على الثلاثينات، مش هقول البنت كمان، انا عايز افرح بيه قبل ما اموت، انا عايز افرح باولادك، فتلاقيه هو نفسه مش مجهز، مش مؤهل نفسيا، بس عايز يفرح اهله، فهو يبدا يشوف عرايس، يبدا يتجوز، بس من جواه هو مش عايز يتجوز، هو مش عايز قيود، هو مش مؤهل دلوقتي. فانا بقول لا، الكلام ده
صح جدا ان احنا وقت ما نحس ان احنا جاهزين نفسيا وفكريا وماديا. ده للراجل، للبنت والولد كمان، لانه البنت برضو بتبقى مضغوطه طول الوقت بالمقارنات، بنت خالتها اتجوزت، طب صحباتها اتجوزوا، طب يلا الحقي. يعني مين السبب انت قلتيها، ويلا الحقي. بالظبط بالظبط، الضغوط اللي حواليها اللي هي بتحسسها انها حاجه شاذه، ما كل اتجوز اشمعنى انت فيها، اكيد عيب. صحيح، هي دي بقى. لكن دلوقتي بقى عندنا شويه البنات عندهم وعي وعندهم انهم لهم راي. انا مش جاهز دلوقتي، انا ما لقيتش حد يناسبني، انا مش هتجوز واتطلق، انا مش مجرد عريس بيخبط على الباب ويقول انا عايز اتجوز زي زمان. لا، هي اللي بتختار وهو اللي بيختار. فبقى عندهم الوعي اللي هم يخليهم بيختاروا نفسهم، فده طبعا قلل نسبه. طب اخيرا يا دكتور، شايفه ان الارقام دي يعني مرشحه ان هي تفضل زي ما هي ولا تنخفض اكتر؟ بما ان حضرتك ذكرت الوعي، هل يمكن القياس عليها؟ لان احنا برضو بناخد يعني جزء من السنه، 3 شهور الصيف تحديدا، ممكن يكون الموضوع لا يكون الموضوع مرتبط عليها. بس هي مؤشر، يعني مش هقدر نقيس عليها كاكريت ارقام، لكن هي مؤشر ان فعلا في تغيير في النسبه دلوقتي. لا، هو فعلا انا حتى من شغلي انا شايفه ان الشباب حتى اللي بيتجوز مش سهل كلمه الطلاق عنده زي الاول. عندهم فعلا وعي بالضرر اللي بيقع على الاولاد والكلام ده، من كتر المشاكل اللي بيشوفوها. كان كله فاكر ان الطلاق هو الحل. لا، دلوقتي بقى يعني بيتجوز. مع ذكر الاولاد برضو يا دكتوره، يعني الواحد قرا برضو احصائيه انه الثلاث شهور اللي فاتوا في يعني 300,000 مولود جديد، فانا برضو ما اعرفش يعني هو ده حقيقي في وعي ولا هي برضو يمكن فيها قدر شويه او نسبه من الحظ، لانه واضح ان الناس مستمره وبقوه. يعني عدد السكان بيزيد ولا بيقل ملهاش دعوه، ملهاش دعوه بالجواز والطلاق. لا، انا بتكلم وعي بالطلاق، ان احنا مش اسهل حاجه بقت عند الشباب الطلاق زي الاول. لا، بقى عندهم وعي لانهم اصلا مختارين برغبتهم غير زمان. فعشان كده ممكن نقول هو ده السبب الاساسي لان قلت نسبه الطلاق السنه الاخيره دي. نعم، احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتوره غدا حشمت، استشاري العلاقات الاسريه. شكرا جزيلا لحضرتك.